دقائق 50 ثانية و80 جزءا من الثواني، هكذا كان توقيت مذخور. مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء، شواطينا متواصلة ومستمرة في مساء هذا اليوم، شوط يليه الاخر، شوط في هذه اللحظات ينطلق. كل التوفيق لجميع المشاركين، وبصوت الزميل حاتم بن مشاري الشمري واصفا ومعلقا على مجريات هذا الشوط. شكرا عوني الهاجري، وشكرا لكافة المعلقين الذين سبقوني بالتعليق. إذن متابعين الكرام، مشاهدين الأفاضل، أشواطنا مستمرة في هذا المساء، في هذا المهرجان، مهرجان الملك عبد العزيز، طيب الله ثراه وأسكنه فسيح جناته يا رب العالمين. في الفترة المسائية وفي سن اللقايا في هذا المساء، في هذه المواجهات بين الإخوان المشاركين الحاضرين العاشقين لهذه الرياضة، رياضة الهجن العربية الأصيلة. أينما كنتم أرحب بكم من جديد عبر قنوات الصحراء الفضائية، وعبر الأقمار الصناعية، وعبر الواقع الحي الذي نراه ونشاهد به هذه المنافسات الحاضرة والدائرة بين هذه الأسماء والشعارات. نرحب بالجميع ونشاهد هذه المنافسة الحاضرة من أجل النقطة الثمينة التي تنتظر واحدا من هذه الأسماء أو واحدا من هذه الشعارات المتواجدة والحاضرة في هذا الشوط. نبدأ مع المركز الأول، أبدأ مع البريدي على المركز الأول ليقدم لنا بلبلة على المركز الأول، حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي يتواجد مع بلبلة على المركز الأول في الكادر العلوي حاملا للرقم واحد. يتواجد شعار البريدي على الصدارة الأولى. المركز الثاني في مكان الوصافة يتقدم في هذه اللحظات ياسر بن الصغير بن عبد الله المالكي، يتواجد مع سؤال على المركز الثاني، يتقدم قادما مع شعار المالكي، يتواجد مع المركز الثاني ليقدم لنا سؤال. المركز الثالث حاملا للرقم ثلاثة يتواجد في المركز الثالث، يستوطن يطمح إلى المركز الأول، يتقدم يحيى بن سلامة بن سليم العطوي القادم مع سهم، يتقدم مع انطلاقات سهم مع المركز الثالث. المركز الرابع والأسماء والشعارات التي بدأت بالتدخل من هذه اللحظات، يتقدم فيه المركز الرابع متسللا نحو المركز الثالث، يتقدم علي بن مسعود بن علي آل شعفول المري، يقدم لنا بلش من تتقدم على المركز الأول وشعار بن شعفول يتواجد. المركز الخامس متسللا منطلقا متواجدا مع المركز الثاني، يتواجد في هذه اللحظات ليتقدم على المركز الثاني علي بن شافي بن علوش العجمي، ليقدم لنا الذيبة القادمة مع المركز الثاني وشعار البريدي يتواجد، وشعار ياسر بن صغير المالكي موجود. والمركز الخامس شعار بن بيشان، يتواجد حمد بن محمد بن فهيد الرزق العجمي، يقدم لنا مهاجر مع المركز الخامس. هكذا الخمس النجوم الحاضرين المتواجدين في هذا المساء، ولكن من هو
الذي سوف يستطيع أن ينال أو يحقق المركز الأول. الصدارة، العودة إلى البداية مع هذا المنظر المهيب، المنظر الجميل. الحاضرين والمتواجدين في هذه الرياضة العريقة 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 يا إخواني، رياضة الآباء والأجداد، العودة، العودة إلى الصدارة. وشعار بن شعفول يقدم لنا بلشة على المركز الأول، شعار علي بن مسعود بن علي آل شعفول المري يتواجد مع بلشة ليقدم لنا شعاره مع المركز الأول. الذيب على المركز الثاني يتواجد في هذه اللحظات، علي بن شافي بن علوش العجمي، والقادم أيضا شعار مطر بن محمد بن دحروي العامري، ولاية ولاية ولاية. والقادم من الجانب الأيمن يتقدم في هذه اللحظات شعار بن سويكت فهد بن محمد بن عبد الله بن سويكت الهاجري. بلشة تتسلل، بلشة تنطلق مع الكيلومتر الأخير، وشعار بن سويكت يتقدم مع المركز الأول. فهد بن محمد بن عبد الله بن سويكت الهاجري يقدم لنا بلشة بلشة بلشة. القادم شعار بن شعفول العويسي، قادم بدر بن علي بن حمود العويسي، والقادم بن حثلين بن حثلين القادم بكل قوة، ولكن إلى شعار بن شعفول وبن سويكت وبن حثلين وبن دحروي وبن دحروي وبن هليل يتقدمون. ولكن المعركة، المعركة مع شعار بن شعفول وشعار بن حثلين وشعار بن سويكت. بن حثلين بن حثلين بن حثلين يتقدم، نايف بن عبد الله بن محمد بن حثلين يقدم لنا متعبة، متعبة. وشعار بن حثلين، شعار بن حثلين يدل طريق النواميس، يدل طريق الإنجازات. نايف بن عبد الله بن محمد بن حثلين يقدم لنا متعبة، متعبة، أتعبت الجميع وحققت الفوز والانتصار. المركز الثاني وشعار مطر بن محمد بن دحروي العامري مع ولاية. المركز الثالث، المركز الثالث وشعار بن سويكت يتواجد مع انطلاقات، وتواجد شعار الهاجري فهد بن محمد بن عبد الله بن سويكت الهاجري مع بلش. المركز الرابع، المركز الرابع وشعار علي بن مسعود بن علي آل شعفول المري مع بلش. المركز الخامس، المركز الخامس بريك بن طالب بن هادي المري مع التماس. توقيت متعبة بشعار بن حثلين، 7:45 47 جزءا من الثانية. ولاية على المركز الثاني، 7:46 33 جزءا من الثانية. بلشة على المركز الثالث، 7:47 بالوفاء والتمام. إذا تهانينا والف مبروك.